صباح الخير يا اخواتي رمضان كريم عليكم يا رب ده فيديو كده صغير حبيت اشارك معاكم يومي في اول يوم رمضان انا صحيت ابتدت ان انا اتوضا واغسل سناني علشان اصلي الصبح واشوف بقى ورايا ايه النهارده نحاول ننجزه كده عشان عايزين نستغل رمضان استغلال كويس ونبقى خارجين منه مبسوطين انا اول حاجه عملتها اول ما صحيت اني صليت الصبح وبعد ما صليت بدأت بقي ان انا امسك المصحف وياريت نحاول نختم المصحف بعد كل صلاة نرى صفحتين ثلاثة كده انا هخلص الصفحتين اللي عليا وهقوم بقي اشوف المذاكرة اللي ورايا انا صورت معاكو فيديو ساعة كاملة بذاكر فيها التاريخ تقريبا لسه هينزل يعني احنا دلوقتي في صبح رمضان يعني الساعة تقريبا كانت تسعة يعني هبدا بقى اذاكر كده انا بقى بالمذاكره وبحل الاسئله الساعه جت 12 الظهر ففصلت ونمت يعني عايز اقول لكم صليت الظهر وطفيت النور ودخلت تحت البطانيه ونمت وكان كل ما الاذان ياذن يعني العصر ما اذن قمت صليت وبعد كده صحيت بقى على الفطار وهنا كانوا بيعملوا الاكل في المطبخ قلت اصور لكم كده المحشي الاكله المصريه اللي معروفه ان احنا كلنا بناكلها اول يوم والورق العنب وعاملين بقى بط ولسان عصفور وسلطه وطبعا كان لازم اساعدهم وعملت انا العصير انا عملت صوبيا جهزت بقى الكوبايات كده في الصينيه على السريع وحضرت زست الصوبيا وبدات بقى ان انا اجهز في السلطه السلطة عادية جدا فيها خل وليمون وشوية ملح وكمون يعني حاسس ان احنا قلبناها قناة طبخ بس قلت بقى عايش كل الاجواء الرمضانيه دي بقى وكل سنه وانتم طيبين يا رب آه لو وصلتوا لحد هنا بقى متنسوش تنسوش تحطوا لايك واشترك في القناه لاول مره تشوفوني خلاص هنا جهزت السفره وحطيت كل حاجه ودي الزينه اللي احنا معلقينها كده هنقعد بقى نفطر وهشوف بقى ورايا ايه وطبعا رامز كان شغال عادنا اتفرجنا كده عليه شوية يعني الصراحة هما اللي اتفرجوا انا ما اتفرجتش اوي انا شفت مجرد التتر بتاع البرنامج ودخلت علشان أصلي المغرب توضيت بقى وصليت المغرب وعايز اقول لكم ان الدعوه ساعه صلاه المغرب كل يوم في رمضان بجد بتبقى مستجابه ادعوا في الاوقات دي ان انتوا تجيبوا مجموع حلو ان انتوا تتبسطوا في اخر السنه وفي امتحاناتكم وان شاء الله ربنا هيستجيب بعد كده بقى كالعاده بعد ما بنخلص صلاه بنقرا صفحتين من المصحف على قد ما نقدر يعني بعد كل صلاه بعد ما اقرا الصفحتين اللي ورايا هبدا بقى ان انا اقعد اذاكر احنا دلوقتي في المغرب كده هبدا اقعد اذاكر بعدين هقوم اصلي العشاء وصليت العشاء وقعدت اذاكر بقى الماني عندي حبز كلمات كتير هقعد احفظ بقى الكلمات اللي عليا دي انا عايز اقول لكم ان اول اسبوع في رمضان ده آه، واخدوا اجازه من الدروس فاستغلتها بقى فرصه ان انا اقعد اذاكر كويس بعد ما خلصت المذاكره مسكت كتاب كده قعدت اقرا فيه شويه اخد بريك كده وبعد ما اقراه هكمل بقى مذاكره لحد السحور زي ما احنا متفقين ان احنا هنذاكر من بعد الفطار لحد السحور انا ده اللي ماشي عليه يعني وبس كده مش هطول عليكم اكتر من كده عشان اوريكم حاجه تعملوها ولايك وشير لو عجبكم الفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناه وتسيبولي تعليق باي سؤال عايزين تسالوه او اي حاجه عايزين نعملها لكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامه